مرحبا بكم أبنائي الأعزاء في درس جديد من دروس التعلم عن بعد. درسنا اليوم بعنوان أعضاء التقاط الأغذية عند الحيوانات. النشاط نشاط الإيقاظ العلمي لطلاب الصف الأول. نبدأ بالوضعية الأولى. أتأمل الصورة. أتأمل الصورة وأقرأ الوضعية. الوضعية: رافقت عبير عائلتها إلى حديقة الحيوانات، فجلب انتباهها خرطوم الفيل الطويل وهو يمسك الطعام ويضعه في فمه. فنظرت إلى والدها وقالت ضاحكة: انظر يا أبي، كيف يلتقط الفيل طعامه؟ انظروا إلى الصورة، الفيل يمسك الطعام بخرطومه ثم يضعه في فمه. أضع علامة أمام المعلومة الصحيحة. يتناول الفيل الطعام بمنقاره، بأسنانه، بخرطومه. ما هي الإجابة الصحيحة التي رأيناها في الصورة وفي النص؟ أحسنتم، يتناول الفيل الطعام بمنقاره لا، بأسنانه لا، بخرطومه نعم. إذا الفيل يتناول طعامه بخرطومه، هذا خرطوم الفيل. أجيب بنعم أو لا. تتغذى جميع الحيوانات بنفس الطريقة بطرق مختلفة بنفس الغذاء. لو نتذكر جميعا الدرس الذي تعرضنا له وهو الأغذية عند الحيوانات، كيف صنفنا الحيوانات وفقا لنظام غذائها؟ قلنا أن هناك حيوانات تأكل العشب فهي حيوانات عاشبة، حيوانات تأكل اللحم فهي حيوانات لاحمة، وحيوانات تأكل اللحم والعشب في نفس الوقت فهي كالشة. نجيب عن هذا السؤال: تتغذى جميع الحيوانات بنفس الطريقة؟ لا. بطرق مختلفة؟ نعم. بنفس الغذاء؟ لا. إذا الحيوانات تتغذى بطرق مختلفة، تأكل أغذية مختلفة وتستعمل أيضا أعضاء مختلفة. سنرى ذلك. رأينا أن الفيل يستعمل خرطوما. سنرى بقية الحيوانات. الدجاجة والفراخ، هنا الفراخ ماذا تستعمل لتتناول الطعام؟ ما هو العضو الذي تلتقط به غذائها؟ أكتب أمام كل حيوان العضو الذي يلتقط به غذائه. الدجاجة أو الفراخ ماذا تستعمل؟ أحسنتم، تستعمل المنقار. انظروا إلى صورة المنقار. حيوان آخر، الثعلب الآن يمسك دجاجة بين أسنانه. إذا هو يتناول الطعام باستعماله أو بالأسنان. أحسنتم. حيوان آخر، الخروف الآن هل لديه منقار؟ لا. هل لديه خرطوم؟ لا. هو يتناول طعامه باستعمال أسنانه ويلتقطها بأسنانه. الأرنب أيضا يستعمل أسنان. الضفدع الآن، كيف تلتقط الضفدع طعامها، الذباب أو غيره من الحشرات؟ بلسانها، تستعمل اللسان، تخرج لسانها وتلتقط به طعامها. السفينة، الحيوانات تتغذى بطرق مختلفة وتلتقط الأغذية بأعضاء مختلفة. إذا هي تتغذى بنظام غذائي معين وبطرق معينة مختلفة عن بعضها، وأيضا لها أعضاء مختلفة تلتقط بها غذائها. النوع الأول، حيوانات تلتقط الأغذية بأسنانها مثل الخروف، البقرة، الأرنب والأسد. حيوانات تلتقط الغذاء بمنقارها كالدجاجة والعصفور والحمامة. حيوانات تلتقط الأغذية بخرطومها كالفيل، وسنرى أنواع أخرى. حيوانات تلتقط الأغذية بلسانها مثال الحرباء
أحبائه والضفدع. نتأمل إلى صور هذه الحيوانات: دبر، قرد، نمر، غزال، ثعلب، وكلب، ذئب، وأرنب، وبقرة. هذه الحيوانات ماذا تستعمل لتلتقط الغذاء وتتناوله؟ أحسنتم، تستعمل أسنانها. حيوانات تلتقط الأغذية بأسنانها، مثال الخروف، البقرة، الأرنب، الأسد إلى غيره. الاستنتاج الثاني: حيوانات تلتقط الأغذية بخرطومها، مثال ذلك الفيل، لديه خرطوم. النحلة أيضا لديها خرطوم صغير تمتص به رقيق الأزهار، ها هو. الفراشة أيضا لديها خرطوم دقيق تمتص به رقيق الأزهار، والذبابة هنا أيضا لديها خرطوم. حيوانات تلتقط الأغذية بلسانها، مثال الحرباء والضفدع. انظروا، هذه الحرباء، هذه الضفدعة. حيوانات تلتقط الغذاء بمنقارها كالدجاجة والعصفور والحمامات، البوم، الببغاء، النسر، العصفور، الديك. كل هذه الحيوانات لديها منقار تلتقط به الغذاء. حصول الحيوانات على غذائها، انظروا، هناك حيوان عاشق، حيوان لاحق. البقرة هي حيوان يأكل العشب، تستعمل أسنانها لتلتقط الغذاء، فتقتلع البقرة غذاءها بفكها ولسانها. الأرنب يخدم الأرنب غذاءه باستعمال القواقع، الأرنب لديه قواقع أمامية حادة يقضم بها عفوا الغذاء. تستعمل البقرة لسانها في غذائها، تلتهم العشب بلسانها، بينما يستعمل الأرنب قواقعه. البقرة تلتهم العشب بلسانها ثم تأكله وتتناوله بأسنانها. النسر والنمر والصقر، والنمر مرة أخرى. النسر يستعمل النسر منقاره ومخالبه للحصول على غذائه، يستعمل النمر أنيابه ومخالبه للقضاء على الفريسة، ولكنهما يأكلان الطعام. النسر يأكل الطعام بمنقاره والأسد بأنيابه الحارة. تستعمل الحيوانات اللاحمة أنيابها ومخالبها ومناخيرها في الحصول على الغذاء. نشاط الآن سننجزه بصفة فردية. أصنف الحيوانات حسب العضو الذي تستعمله لالتقاط الأغذية: الفيل، الدجاجة، القرد، القط، الأرنب، الحرباء، الزرافة، الأسد، الكلب، البقرة، النمر، الدب، والبطة، الحمامة، الضفدعة، الجمل، الحصان، الغزالة، النسر، والخروف. حاولنا أن نجمع أكثر ما يمكن من الحيوانات. الأسنان، هذا شكل الأسنان أو القواطع. المنقار، هذا شكل المنقار. الخرطوم واللسان. الفيل ماذا يستعمل؟ خرطوم، أحسنت. الدجاجة منقار. القرد، أحسنت، الأسنان. القط، الأسنان. الأرنب يستعمل الأسنان أيضا. الحرباء يستعمل اللسان. الزرافة يستعمل الأسنان. الأسد يستعمل الأسنان. أكمل بقية النشاط بصفة فردية وسنصلحه في حصة قادمة. نلخص: للحيوانات أربع طرق لالتقاط غذائها: حيوانات تستعمل الأسنان، حيوانات تستعمل منقارها، حيوانات تستعمل الخرطوم، وحيوانات تستعمل لسانها. رغم اختلاف الغذاء الذي تتناوله من عشب أو لحم، إلا أنها تستعمل هذه الأعضاء. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي في حصة أخرى.